هعمل مسقعه بطاطس بس. ازاي دي بقى؟ انا عندي بطاطس مقطعاها شرايح كده ومحمره عادي جدا، بحمر بطاطس بالشكل ده، اقشرها اقطعها شرايح احمرها في الزيت، اوكي، وفلفل رومي. يبقى انا كده محمره بطاطس ومحمره فلفل رومي في الزيت، مش محتاجه وصفه. عندي لحمه مفرومه اي كميه انت عايزاها، حت كبيره صغيره زي ما انت عايزه، بصل مبشور او مقطع صغير، فلفل حامي، ثوم، كمون، بهارات، عصير طماطم. طيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونجيب شويه زيت، شويه زيت، واجيب البصلايه الكبيره قوي دي. وعليها شويه ملح. هنزل بقى حته لحمه مفرومه كده مش كبيره، يعني ربع كيلو كده، عشان اوريك البصل هنا اكتر. شويه كمون صغيرين، شويه بهارات، شويه ملح وفلفل، واسوي اللحمه مع البصله. عندي بقى الثوم والفلفل الحامي، هوسع كده شويه وانزل معلقه ثوم كبيره مفرومه او مدقوقه، واقلبها كده الاول على ارضيه الطاسه، وبعدين اوزعها في كل الايه اللحمه، واوزع عليها فلفل حامي مش كتير، او لو مش عايزه بلاش. هبدا بقى اديها عصير الطماطم. بسم الله الرحمن الرحيم. دول حوالي لتر. اسيبها تغلي، اجيب بقى بطاطس كده، طبقه من البطاطس كده، شويه فلفل، ولو عايز اقطع الفلفل المربعات تقطعيها مربعات اصغر من كده ماشي. اوزع عليها اللحمه مع الايه مع صلصه كده، يعني اغرف صلصه ولحمه الاثنين مع بعض كده نشبعها. تمام، حط كمان لحمه كده بالصلصه على كل، اغطي كل البطاطس بالفلفل كده، وادخلها في فرن تعيش مع بعضها كده مع نفسها، والبطاطس بقى والفلفل يتشربوا من اللحمه.